من مسلسلات زمان ومن أيام طاش 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 ما طاش، واللي بده يتحدى هاي الحارة من أدى، ويادي يادي يادي المشاعر يادي يادي يا. وتترات المسلسلات تشكل علامات بارزة في تاريخ الفنانين من مغنين وممثلين، وتبقى هالأغاني عالقة براس الجمهور لسنوات طويلة، أحياناً أكثر من المسلسل نفسه. وهالسنة كمان رمضان 2024 يشهد منافسة حامية بين الفنانين، ومن أبرزهم أيقونة الشرق أصالة اللي غنت أغنيتين لمسلسل نعمة الأفوكاتو، مو بس أغنية واحدة طبعاً، هالعمل بطولة النجمة مي عمر، والناس تترقبوا بشكل كبير لأنه نفس مؤلف ومخرج مسلسل جعفر العمدة. وبهالمسلسل أصالة غنت أغنية الجوكر كترويج له، وغنت كمان شارة البداية أغنية يا حظ، وفعلاً يا حظ جمهور أصالة بنشاطها المتواصل ما شاء الله. الممثلة الكبيرة غادة عبد الرازق، واللي معروف عنها اهتمامها دائماً بتترات مسلسلاتها، ومن أبرزهم كانت أغنية مشاعر تتر مسلسل حكاية حياة، واللي تحولت لواحدة من أهم أغنيات شيرين. وهالسنة غادة مسلسلها صيد العقارب غنت التتر حقه قيثارة الخليج نوال الكويتية بتجربة جديدة لها باللهجة المصرية، وتحديداً بأغنية كنا واحد. أما خليجياً فمن أبرز التترات سمعنا شارة مسلسل خيوط المعازيب اللي بدع بلحنها وغنائها الموسيقار الكبير رابح صقر.